لابد وأن نعلم أن كلمة الرزق كلمة عامة لا يقصد بها الأموال وفقط، وإنما من الرزق أن يكون الإنسان مرتاح البال، نقي القلب، عنده صحة في جسده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحة لمن اتقى خير من الغنى. وكما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما على أن نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، العافية أن يكون الإنسان معافى في بدنه، معافى في علاقته بالله سبحانه وتعالى. يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العفو والعافية، فإنه ما أعطي أحد بعد اليقين خير من العافية. يعني أفضل ما يرزق الله سبحانه وتعالى به الإنسان بعد يقينه وبعد إيمانه بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يكون الإنسان معافى في بدنه، صحيحا في جسده. وكما نقول دائما في كلامنا: من عنده صحته عنده كل شيء، بمعنى أن الإنسان حينما يمتعه الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية فليحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، ويعلم أنه على قمة الأرزاق التي يرزق الله سبحانه وتعالى بها الإنسان. ومن الأرزاق أيضا أن يرزق الله سبحانه وتعالى الإنسان أبا عطوفا به، حتى ولو كان الأب كبير في السن، أن يرزق الله سبحانه وتعالى الأبناء الصالحين، الأبناء البررة، الزوجة التي تعين على أمر دينه ودنياه، زوجة الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يعني ليس أفضل متاع الدنيا السكن أو السيارة أو كذا أو كذا، وإنما الزوجة التي يسكن إليها الإنسان، لتسكن إليها وتعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتعينه في سيره في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأرزاق أيضا يعني عينك التي ترى، لسانك الذي تتكلم به، أذنك التي تسمع بها. أنت حينما ترى إنسان كفيف أو إنسان عنده ضعف في بصره، أو إنسان لا يستطيع أن يبدي ما في قلبه بلسانه، فلتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم وتشكر الله سبحانه وتعالى عليها. ومن الأرزاق التي ينبغي عليك أن تفكر فيها دائما، ليست هذه الأرزاق المؤقتة التي نتحدث عنها، وإنما لابد وأن تفكر أيضا في الأرزاق الدائمة، الأرزاق التي تكون معك حتى بعد وفاتك. يعني الأرزاق المؤقتة هذه نحن يعني سواء أرزاق الدنيا أو سواء الأرزاق المعنوية التي سبق وتحدثت عنها، أن يكون الإنسان صحيح في جسده، صحيح في أو معافى في بدنه، لكن أيضا كما قلت الأرزاق الدائمة اللي هي أرزاق الآخرة، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى الطاعة، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى للإتيان إلى المسجد، مديت رزق من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أراد بك خيرا. يعني هو أنت فاكر أنك أنت أتيت إلى المسجد بنفسك هكذا؟ وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي ساقك إلى بيته، الله سبحانه وتعالى لأنه يحبك ويكرمك أتى بك إلى بيت. وإن ثم كثير من الناس منشغلين في ربما في أعمالهم، ربما في دنياهم، ربما حتى في بيوتهم، ربما لا يأتون إلا في اللحظات الأخيرة لصلاة الجمعة، أو ربما لا يأتون إلا مع صلاة الإمام ولا يحضرون خطبة الجمعة، أو ربما لا يأتون إلى المسجد مثلا طيلة الأسبوع، أو ربما لا يأتون إلا يعني بصفة منقطعة. أن تكون حريص على الطاعة وحريص على العبادة وحريص على الإتيان إلى بيت الله سبحانه وتعالى، ما هو ده الرزق الذي يستمر معك إلى ما بعد الإيه؟ إلى ما بعد الوفاة. وده أهم من الرزق الإيه؟ أهم من رزق الدنيا، أو أهم من الرزق المنقطع. دي نسميها الأرزاق الدائمة أو الأرزاق المستمرة التي تستمر معك حتى بعد وفاتك، لأن كل أنواع الرزق الدنيوية تتبعك، لكن إلى القبر خلاص انتهى الأمر. يتبع الميت سلاسة: أهله وماله وعمل، فيرجع إسنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى ليه؟ ويبقى العمل. وانتم عارفين طبعا لما بيرجع الأهل ماذا يفعلون، يعني أنهم يأكلون ويشربون ويضحكون فيما بينهم، وبعدين يتوارثون أو يتقاسمون التركة،
وربما يحدث نزاع بينهم وبين بعضهم البعض على قسمة التركة، ومنهم من يدعو الله سبحانه وتعالى لك، ومنهم أصلا من ينساك، ومنهم من يلعنك لأنك لم تترك لهم كذا وكذا وكذا. فخلي بالك من هذه النقطة يعني. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول إيه؟ أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فلما تسمع كلمة الرزق دايما فكر ان في حاجه اسمها رزق الاخره. رزق الاخره انك انت ربنا يرزقك بركعتين في المسجد، ربنا يرزقك بجلسه ايمانيه تجد تقرا فيها ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى، ان يعينك الله سبحانه وتعالى على الصدقه وعلى الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، جبر خاطر انسان، صنائع معروف، دي كلها اسمها ارزاق بتستمر معك الى ما بعد الايه، الى ما بعد الوفاه. وبعدين الصحابة لما بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمنا يا رسول الله أي المال خير فنتخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير المال لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. يعني لم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم موضوع المال وموضوع الرزق فقط على المال والأرض والزروع والثمار والذهب والفضة الآخر هذه الأمور، وإنما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنظار الصحابة إلى رزق آخر ربما لا يتفكروا فيه إلا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولهم اللسان الذاكر. يعني اللسان الذاكر ده توفيق من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الله سبحانه وتعالى حلاوة الذكر ولذة الطاعة وحلاوة العبادة، وأن يكون قلبك شاكر لله سبحانه وتعالى، وأن تكون عندك الزوجة التي تعينك على طاعة الله، ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو خير المال أو خير الأرزاق.